ثورة 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 الشعوب تحيا بالنضال حرة الشعوب تحيا بالنضال حرة ثورة ثورة ثورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا. ثورة تفجرت نارا ونور، عصفت بمكر السنين وأبطلت رقصات الفرد على رؤوس الثعابين. لم تكن غضبة جائع أو صيحة حائر، بل عصا معجزة ضربت بحر الفساد لتشق لنا نحو شط النور طريقا يبسا لا تخاف ولا تخشى. ثورة 11 من فبراير، السيل القادم في فصل الربيع، حمل الزهور وأوراق الياسمين وحطم الأخشاب والأعجاز الخاوية. هل رأيتم أملا يمشي على قدمين، وهجا يعبر التاريخ، صبحا يتنفس النور، حلما يعانق الحقيقة؟ إنه فبراير، فبراير المجيد، ثورة التغيير التي بدت نسيجا وحده خارج سياق الامتداد ومحط أنظار العالم ودهشته. ما أعظمها من ثورة وأعظم به من شعب. 3 سنوات و3 أعوام، وعام فيه يغاث الناس وفيه ينتصرون. ستنتصر الثورة بعرق الثوار ودماء المقاومين، بحناجر الأبطال ومدافع المقاتلين. ستنتصر الثورة لا لشيء إلا لأنها ثورة، ثورة تحمل نور الشمس وتتكئ على جبال من التضحيات. وأن لثورة جرت بسم الله أن تعصف بها أمواج المؤامرات ولو كانت كالجبال، وسترسو بإذن الله على مرافئ اليمن الجديد، يمن يتسع لكل أبنائه، يمن لا يعرف المن ومن لا يعرف اليمن. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه التغطية الخاصة من قناة سهيل الفضائية والمستمرة، قناة الثورة والثوار، قناة المقاومة، قناة الأبطال، قناة اليمن الجديد. نرحب بكم في هذه التغطية الخاصة والتغطية المستمرة في الذكرى 6 لثورة 11 من فبراير. لم تعد ذكرى بل أصبحت عيدا وطنية. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا لنتناول في هذه الحلقة ماذا حققت ثورة 11 من فبراير. ألم تسقط نظام الحكم الفردي المستبد؟ ألم تفشل مشروع الانقلاب على الجمهورية؟ ألم تعزز الانتماء والتضحية من أجل الوطن؟ ألم تكشف المشروع الطائفي والمناطقي للمخلوع والحوثي؟ ألم تبني جيشا وطنيا جديدا قائما على حراسة الوطن ومبادئ الثورة؟ ألم تكشف ادعاءات البنية التحتية للمخلوع وحجم الفساد في المال العام؟ ألم تعرف الناس على الحقوق والحريات وتؤسس نواة مجتمع مدني جديد في ساحات الحرية وغيرها؟ ماذا أنجزت الثورة؟ الكثير من هذا الموضوع مع ضيفي هنا في الاستوديو، رئيس لجنة النظام بثورة الشباب الشعبية السلمية في ميدان التغيير بصنعاء عبد اللطيف الفجير، أجدد ترحيبي بك أو رحب بك. الله يحفظك. والدكتورة جهاد الجفري، رئيس تحالف أبناء الجنوب بساحة التغيير. مرحبا دكتورة جهاد. أهلا وسهلا. مرحبا بضيفي الكريمين. سنخرج وإياكم إلى هذا التقرير الذي يقدم لنا ويمهد لنا موضوعنا، من ثم نأخذ ضيفينا هنا في الاستوديو وضيوفنا أيضا الذين سيكونون معنا عبر الهاتف. نتابع سويا مشاهدينا. هي ذكرى المواجهة بين خيمة فبراير ومغتصب القصر، مواجهة تقول ذكراها 6 بوضوح إن أهداف الخيمة انتصرت وإن مغتصب القصر مهزوم. سقط المخلوع من عين الشعب وقلوب كثير ممن ناصروه، وكانت أقبح لحظات سقوطه اللحظة التي سلم فيها للإيرانيين قصر الجمهورية نكاية بخيمة الثورة، وهي اللحظة التي ظنها البعض بداية ارتمائه عند أقدام إيران. غير أن الأيام والأحداث لم تلبث أن كشفت أن الارتباط بين مشروع المخلوع ومشروع الحوثيين يمتد لأبعد من ذلك بكثير. كان مشروع الإمامة يتسلل بهدوء عبر مشروع التوريث الذي ينفذه المخلوع،
وفيما كان هو يخطط لابتلاع ثروة اليمن في بطنه، كان أصحاب إمامة البطنين يتخذون منه مطية لمشروعهم الأكبر، مشروع ثورة إيرانية تزعم أنها إسلامية، فيما تؤكد كل المعطيات ألا هم لها سوى تقويض المنطقة العربية والاعتداء على مقدسات المسلمين. كان مخطط الظلام يمضي وفق ما يهوى مغتصب القصر في صنعاء وفتى الكهوف في صعدة، غير أن أنوار فبراير المفاجئة أربكت حسابات خفافيش الظلام، فأدرك أصحاب المشروعين أن ثورة فبراير ستقوض مشروعيهما، فتم توزيع الأدوار. تولى قناصة المخلوع قتل الثوار بدم بارد ابتداء من جمعة الكرامة، أما الحوثيون فأوكلت لهم مهمة التمدد في صعدة، حيث سلم لهم المخلوع بقية المعسكرات، فيما كان شطر مهمتهم الثاني نصب خيمة الضرار في ساحات الثورة. وفيما كانت خيام الثوار تؤسس على حب يمني خالص، كانت خيام الحوثيين تؤسس على مشروع إيراني خالص سيدعمه المخلوع بشكل تام. تمدد الحوثيون والتفوا مع حليفهم على خيمة فبراير، ثم اتحد مكرهم لإفشال قاعة الحوار، غير أن خيمة الثورة وقاعة الحوار تجاوزت المكر وأوشك اليمنيون أن يحطوا على جودي الاستقرار. حينها أحرق أعداء فبراير كل الوطن بانقلاب أتى على كل شيء، وحين اعتلوا قمة انتفاشتهم لإعلان نصرهم الإيراني، فاجأتهم خيمة فبراير باتساعها لتشمل كل عربي يرفض تدخلات إيران. وبدلا من المواجهة بين المخلوع وشعبه في بدايات فبراير، تعود ذكراها السادسة وقد أضحت فبراير أكثر ثورات ربيع العرب توهجا، إذ أفشلت مشروع الفرد ونسفت خرافة البطنين، وأصبحت ساحاتها منطلقا لأمة عربية تقوض أطماع طهران. تحية لكم أيها الثوار، تحية لكم أينما كنتم، يوم خرجتم ويوم تواصلون من أجل ثورتكم، تحية لكم وأنتم تشاهدوننا الآن وتتابعوننا وأنتم على الدرب سائرون ومستمرون. تحية لمن قضى نحبه شهيدا من أجل الوطن، تحية للجرحى، تحية للمعتقلين، وتحية لكم أيها الثائرون وقد حملتم البندقية من جديد تقاومون من أجل اليمن الجديد. تحية للجميع، وأجدد ترحيبي بكم وبضيفي الثائرين عبد اللطيف الفجير رئيس لجنة النظام بثورة الشباب الشعبية السلمية، والدكتورة جهاد الجفري رئيسة تحالف أبناء الجنوب بساحة التغيير. أستاذين الأستاذ عبد اللطيف في البداية مع الدكتورة جهاد الجفري. دكتورة جهاد، 6 سنوات من عمر ثورة التغيير الشبابية الشعبية السلمية، كيف تقيمين حالها الآن؟ أولا كل سنة وانتم طيبين وكل الثوار طيبين وكل اليمن بخير. وأعتقد أنه 6 سنوات مرت كان فيها تغيرات كثيرة جدا. كانت الثورة السلمية كانت أشهر من نار على علم، كانت أفضل الثورات على مستوى الوطن العربي، وكانت سلمية بحتة، وأرادوا أن لا يجعلوها سلمية، أرادوا الانتقام من الثوار. فبعد في عام 2015 لما بدأوا في عملية الانقلاب والتدمير لكل منجزات الثورة التي كان منها المؤتمر الحوار وكانت منها أيضا حكومة الوفاق، كان أوشكنا على نوعا ما من الاستقرار، ولكن هم انقلبوا. علي عبد الله صالح أراد الانتقام، فانتقم أشر انتقام، دمر كل شيء، وحتى أنه لم يعطي قيمة لما كان يمكن أن يكون لو أبقى اليمن على حاله، رغم أنه حال اليمن لم يكن جيد، ولكن كان يمكن لليمن أن يعيش. ولكن علي عبد الله صالح وجماعة الحوثي بدأوا في مشروع الانتقام والثورة المضادة، وانقلبت الأمور. وكما ترى يعني الوضع أصبح الآن أن الثوار الذين كانوا سلميين استخدموا السلاح للدفاع عن أنفسهم،
فتحولت الثورة من السلمية إلى العسكرية. نعم، ولذلك يعني كأننا أمام مرحلتين من مراحل الثورة إن صح التعبير. مرحلة تحقيق الهدف الأول وهو إسقاط النظام والتحرك نحو بناء الدولة المدنية والدخول في مؤتمر الحوار الوطني، ولم يكن متبقٍ لهذه الخطوة إلا أمرين: الاستفتاء على الدستور والدخول في الانتخابات لتخرج اليمن إلى بر الأمان. لكن جاءت المرحلة الثانية، مرحلة الثورة المضادة التي لم تستطع أن تفشل ثورة 11 من فبراير. وأسأل الدكتور الأستاذ عبد اللطيف الفجير هنا، يعني إلى أي مدى كانت المرحلة الأولى ساهمت وحققت بعض الإنجازات على الأقل؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، بداية أنتهز هذه الفرصة وأهنئ الشعب اليمني بهذا العيد الوطني المجيد، عيد فبراير، ونسأل من الله عز وجل الشفاء للجرحى والرحمة للشهداء الذين ناضلوا والذين سطروا بدمائهم الزكية كل البطولات، وتحية لكل مقاوم حر هو الآن يبني اليمن الجديد في الساحات وفي الميادين وفي الصحراء. الأمر الآخر في قضية تحقيق الثورة لبعض الأهداف التي خرجنا من أجلها، فحقيقة الثورة جاءت بما لم يأتي به أكبر مفكر أن يأتي لإسقاط هذا النظام. لو لم يكفينا من الثورة إلا أنها أسقطت رأس النظام الفردي المستبد الذي كان خط أحمر لا يستطيع أحد أن يتجاوز بشيء، الثورة جاءت وحققت أهداف ما كنا نصبو إليها. اليوم الجيش الوطني يبنى ويملئ الصحاري ويملئ المعسكرات جيش وطني حر يخدم ويحمي الوطن لا يخدم العائلة. الثورة جاءت وسعت وجاءت بمنهج يستطيع الإنسان أن يستنير به للطريق السوي الذي يصبو إليه من أجل تحقيق الدولة المدنية الحديثة. اليوم المنهج تقصد به المؤتمر الحوار الوطني المتعاقد، هذا هو منهج طريق. مؤتمر الحوار الوطني منهج طريق، خارطة الطريق، الحوار منهج طريق. حكومة الوفاق الوطني التي جاءت بها الثورة هي منهج طريق. جاءت حكومة الوفاق ورسمت لوحة جميلة لليمن ما كان أحد يتخيلها. جاءت الحكومة ورسمت كل المكونات السياسية وكل الأطياف والمكونات وأشركتهم في صناعة القرار في المجتمع. كان قبل الثورة أيام الحكم الأسري كان لا يستطيع أحد أن يتجاوز الرئيس بشيء، لا يستطيع أحد أن يتخذ قرار مجرد تعيين مديرية. اليوم الناس يعيشوا في وفاق، يعيشوا في تشاور، يعيشوا في بناء. من كان علي عبد الله صالح قبل الثورة يصور لنا أن مأرب هي منطقة حروب ومنطقة تقطع ومنطقة كذا. اليوم مأرب تظهر لنا الدولة المدنية. ما هو مئات الآلاف؟ ما هو مئات الآلاف؟ الجوف أيضا كان علي عبد الصالح يصور أن الجوف هذا خوف لا يستطيع الإنسان ينزل عليها. واليوم الجوف ريمة كان يصورنا أن هؤلاء ناس مهم. اليوم ريمة تصنع قرار ويشاركون في كل شيء. فالثورة جاءت وأظهرت لنا ما كان يكنه النظام البائد من أحقاد للشعب اليمني. هذه واحدة من الأشياء التي كشف عنها النظام. وسأعود إلى الدكتورة أيضا لأسألها عن ماذا كشف النظام لكم كثوار. البعض كان مغتر، للأسف أنه البعض حتى الآن من أبناء الشعب اليمني ما زال يربط مصيره بمصير فرد أو مغتر بشخص حاول أن يلمع نفسه في فترة من الفترات ولم تنكشف له الحقيقة حتى الآن. سأتي إليك دكتورة، لكن معي الآن عبر الهاتف الأستاذ عبد الرب السلامي، وزير الدولة، رئيس حركة النهضة، أحد قيادة الثورة بعدن. مرحبا بك أستاذ عبد الرب. مرحبا، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. بمناسبة هذا العيد، طبعا أصبح عيدا وطنيا، وهناك يوم غدا بإذن الله تعالى تكون يوم إجازة كما دعت إلى ذلك وزارة الخدمة المدنية اليمنية. كنت في يوم من الأيام مع ملايين من أبناء الشعب اليمني في شوارع اليمن تهتفون لليمن الجديد. اليوم وبعد 6 سنوات من تلك التحركات، هل لديك رؤية خاصة أو نظرة تقلبت أو تغيرت عن اليوم الأول الذي انطلقت فيه؟ شكرا جزيلا. أنا بالنسبة لي لم يحصل عندي أي تغير في الرؤية أو في الموقف، بل أنا أزداد يقينا يوما وراء يوم بأن ثورة التغيير اليمنية هي سائرة ومتجددة وسائرة نحو تحقيق أهدافها، مثل ما هي ثورات الربيع العربي بشكل عام. فإن الأمة التي خرجت في عام 2011
هي تنشد التغيير، والتغيير هذا سائر، ونتائج التغيير بإذن الله تعالى ستتحقق. وإن كانت هناك بعض العواصف أو الرعود أو الثورات المضادة التي حاولت إسقاط هذه الثورة أو إجهاضها، فإن هذه المحاولات ستبوء بإذن الله تعالى بالفشل، وستعود الثورة إلى مسارها الصحيح. وقد حققت ثورة 2011، ثورة فبراير 2011 في اليمن أعظم إنجاز، وهو أنها أحدث التغيير أولا في رأس نظام الحكم، ثم أنها دفعت اليمنيين إلى أن يعقدوا مؤتمرا هو أكبر وأعظم مؤتمر وطني عقد في تاريخ اليمن الحديث، وهو مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي وضع وثيقة لمشروع الدولة المدنية الاتحادية الحديثة في اليمن. صحيح حصل انقلاب على هذا المشروع أو محاولة انقلاب على هذا المشروع، لكن اليوم نحن في إطار المقاومة، في إطار الشرعية، في إطار الاصطفاف الوطني، لغرض استعادة ألق الثورة ولاستعادة هذا المنجز العظيم بإذن الله تعالى. نعم، واسمح لي أن أشرك معك في الحوار أستاذ عبد الرب ضيفي هنا في الاستوديو. الدكتورة جهاد، هناك أشياء تكشفت لكم من بعد ثورة 11 من فبراير، تكشفت للشعب على الأقل على مستوى على مستويات متعددة، دعني أترك لك المجال. طبعا ثورة فبراير كشفت أشياء كثيرة. أولا كشفت مدى الفساد المتجدر داخل اليمن، وكشفت أن هناك عصابة تحكم اليمن، وليس فقط علي عبد الله صالح، ليس فقط شخص، ولكن هناك عصابة قوية متماسكة متجذرة تعمل على تحطيم إرادة الشعب اليمني. وهذا ما حدث في جمعة الكرامة والقتل الذي حدث للشباب وما قبله. كشفت لنا الثورة أن علي عبد الله صالح مرتبط بإيران. الثورة كشفت لنا مدى التوغل الإيراني. كشفت الثورة ارتباط علي عبد الله صالح بإيران؟ طبعاً. كيف؟ كشفت الثورة التوغل الإيراني في اليمن. مدى قوة الحوثيين ومدى قوة استقطابهم للناس ومدى توغلهم في اليمن في كل المحافظات وسيطرتهم على كثير من الناس، على بعض أصحاب النفوذ. كانوا الحوثيين متمسكين ومتمكنين من بعض المناطق حتى التي لم تكن تخطر بالبال، لم تكن حتى مناطق زيدية. نعم. فهذا من الأشياء التي كشفت لنا أيام الثورة وما بعد الثورة. نعم. طيب اسمح لي أعود إلى الأستاذ عبد الرب السلام. أستاذ عبد الرب، الإشارة التي أشارت إليها الدكتورة جهاد، يعني هل كان أحد يتوقع أن علي عبد الله صالح يوم من الأيام سيكون يعني حليفا أو ينفذ الأجندة الإيرانية في اليمن بهذا الشكل؟ أنا أسمح لي أن أتوجه بالشكر للأخت جهاد وأذكرها بأنها كانت تتحدث في هذا الموضوع في عام 2011، عندما التقينا بها في 2011 كانت تقول أن الخطر هو خطر المشروع الإيراني في اليمن. نعم كان هناك من عنده استشعار بأن الخطر الإيراني هو القادم إلى اليمن، بسبب أن قوى الثورة المضادة هي لن تجد هناك طرفا يسندها إلا المشروع الإيراني، لأن المشروع الإيراني في المنطقة العربية هدفه هو إحياء أو هو صنع الفوضى واستخدام الأقليات التي لا تمتلك مشروعا في تمزيق المنطقة. نعم علي عبد الله صالح أصبح بدون مشروع، ولما صار بدون مشروع أصبح عنده قضية واحدة، وهي الانتقام من هذه الثورة ومن الشعب اليمني الذي خرج في 2011، ولم يجد هناك أي قوة إقليمية تقف إلى جانبه سوى هذا المشروع الإيراني. نعم. وزير الدولة الأستاذ عبد الرب السلامي، رئيس حركة النهضة وأحد قيادة الثورة بعدن، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا. وأعود إلى الأستاذ عبد اللطيف الفجير. أستاذ عبد اللطيف، في خطورة لو لم تكن الثورة قد أسقطت علي عبد الله صالح، هل ترى بناء على تقلباته ولعبه على وتر المصلحة أنه سيقف موقفا بدولته التي كان يسيطر عليها إن لم تسقطه الثورة في صف إيران يوم من الأيام وبقوة دولة كما يقال؟ أولا أنا قلت آنفا أنه علي عبد الله صالح انكشف وجاءت الثورة وعرضته أمام المجتمع اليمني وأمام المجتمع الدولي ككل.
علي عبد الله صالح حليف لإيران من قبل، لكنه كان يتستر ويتلاعب مع الشعب اليمني. من كان يتوقع أن علي عبد الله صالح يشعل الحرب في صعدة ويطفئها باتصال تلفون؟ من كان يتوقع؟ كنا نقنع الشعب اليمني أن علي عبد الله صالح متحالف من زمان وأنه من يشعل الحروب في صعدة، كان يقولوا هذا لا ينبغي، تمام. وجاءت الثورة وكشفت هذا. اليوم علي عبد الله صالح من كان وأعداؤه، من كان يتغنى بهم في القنوات أن هؤلاء هم إيرانيين وأن هؤلاء هم مجوس وأن هؤلاء هم رافضة، اليوم حليف معهم ويتباهى ويتفاخر أمام المجتمع الدولي. جاءت الثورة وعرت هذا الشيء. لو لم الله سبحانه وتعالى ثم ثورة الشباب الشعبية السلمية، أننا نعيش اليوم كرعاة لعلي عبد الله صالح. من كان يستطيع أن يتكلم مجلس نواب أو وزراء أو رئاسة وزراء أو نائب، حتى نائب رئيس الجمهورية، ليس له قرار أيام علي عبد الله صالح، تمام. كان علي عبد الله صالح هو الذي يسيطر، هو الذي يتواصل حتى مع عقال الحارات يعني، والشعب اليمني يعرف هذا الكلام. هذا لم يكن معلوما للشعب اليمني قبل ثورة 11 من فبراير، انكشف مع الثورة. انكشف مع الثورة وجاءت الثورة وأظهرت حرية وأوجدت حرية للشعب اليمني يستطيع أن يقول للفاسد لا. ما كان أحد يستطيع أن يقول لمخطئ في دولة أنت أخطأت. ما كان أحد يستطيع يقول لمحافظ أو مدير مديرية أو وزير أو رئيس وزراء أنت أخطأت، أنت أخفقت. جاءت الثورة كشفت هذه، كشفت وجعلت كل إنسان يستطيع أن يطالب بحقه ويتكلم في وجه أي إنسان يخطئ، وهذا ما حدث الآن. ولذلك مسألة كشف الأقنعة دكتورة جهاد، كشف الأقنعة هل هو إنجاز؟ حقيقة احنا لا نستطيع ان نقول انه تم كشف الاقنعة، ولكن فهمنا من يتقنع. اعتقد في فرق بين العبارات. ما هو الفرق؟ لان يعني عرفنا انه في من لديه اقنعة، وعرفنا انه هناك كثير مزيفين، وعرفنا انه هناك كثير فسدة يحملون رايات الوطنية، ولكن لا نستطيع ان نقول احنا كشفناهم، لانه الكشف معنى انك اوضحت وعاقبت. فنحن حتى وان كنا عرفنا فلم نعاقب احد، ما زلنا في مرحلة أننا لا نستطيع التغيير الكامل. حتى الحوثيين كشفوا عن وجههم الإمامي بهذا الشكل الآن، لم يكونوا بهذه الطريقة منذ قبل، بل انخرطوا في الثورة أو حاولوا يدخلوا في الثورة ويستغلونها بشكل أو بآخر. الثورة كانت مفتوحة للجميع، لم تكن معسكر مغلق بحيث أنك تدخل أحد باستئذان، هي ثورة مفتوحة للجميع. ودخول الحوثيين للثورة لم يكن أعتقد أمر بالإمكان رفضه، أعتقد أنه كان في صعوبة الأمر بهذا الشكل على ما أعتقد، ولكن الحوثيين كانوا أصحاب عقيدة ويعملون لأجل عقيدتهم، وهم ليسوا مخطئين، إنما المخطئ الذي يفهم عقيدتهم ولا يستطيع أن يوقفهم. طيب معنا الآن عبر الهاتف من مأرب الشيخ حمود سعيد المخلافي قائد المقاومة الشعبية بتعز. أسعد الله مساك شيخ حمود، وأهلا وسهلا بك، وعيدك نصر ومقاومة، وكل عام وأنت وجميع الشعب اليمني بألف خير. حياكم الله، مساكم الله بخير والعافية، أنت ومن معك وجمهورك. أهلا وسهلا شيخ حمود. الذكرى السادسة لثورة الشباب الشعبية السلمية ماذا تعني؟ تعني الحرية، تعني العدالة، تعني المساواة، تعني إزاحة الظلم، الطغيان، تعني العيش بكرامة. هذا معنى، هل تحققت أشياء يمكن أن نقول ونذكر وننبه الشعب اليمني عليها؟ الحقيقة البحث يعلم أن 11 من فبراير 2011 أرقى في الجزائر تكوّن في أكتوبر، وما يحصل الآن أيضاً 2015 هي يعني كلها ثورة وراء ثورة، حتى نصل إلى مقتضانا كما ذكرنا، يعني المساواة والعدالة والعيش بحرية وكرامة. وفي إطار يعني الإنجازات التي يحق لنا أن نتحدث عنها لثورة 11 من فبراير، كان هناك إنجازات كبيرة، لولا أن من يحيكون المؤامرات والدسائس حاولوا أن يلتفوا على هذه الثورة، وإلا كانت قد تحققت أشياء كثيرة من أهداف ثورة 11 من فبراير. ما أبرز ما تحقق على الأقل في المرحلة الأولى للثورة قبل أن تتحول إلى مقاومة شعبية؟ أنتم تعلمون، جميع العالم كله يعلم أن إزاحة المخلوع كانت بسبب ثورة الشباب،
ثم يعني المبادرة المباركة، المبادرة الصليبية، ثم بعد ذلك منجزات الحوار الوطني وأمور كثيرة جدا يعني تحققت هذه الثورة في الشباب السلمية الشبابية التي انطلقت ابتداء من تعز ثم خرجت إلى الجمهورية اليمنية. طيب اليوم سؤال أخير شيخ حمود، اليوم وقد انتقل الشعب من ثورته السلمية إلى مقاومته الشعبية، ما هي الرسائل التي يحملها للمرحلة القادمة؟ لا طبعا كان لابد بالنسبة للشباب أن يحافظوا على ثورتهم واضطروا اضطرارا إلى الدفاع عن الثورة وعن المنجزات التي ذكرناها منجزات 11 فبراير، لابد ما يعني حملوا الاسلحة يعني ليس يعني باختيارهم ولكن دفاعا عن المكتسبات، دفاعا عن الثورة، دفاعا عن يعني المكتسبات منها المبادرة الخليجية، دفاعا عما حققه الشعب من خلال مؤتمر الحوار، من خروج ان شاء الله تعالى يعني بالنصر الى العداله التي نشدها وننشدها جميعا، العداله والمساواه والعيش بكرامه بحريه وامور كثيره جدا ان شاء الله تعالى باذن الله. ولذلك رسالتك الاخيره للمقاومين اليوم الذين هم امتدادا لفبراير ومن لحق بهم ومن اليوم يلتفون لمواجهة المشروع الانقلابي؟ رسالتي للشباب جميعا، للمقاومة الموجودة وللجيش الوطني، أن يعني يحسموا المعركة ودخول صنعاء وصالة إن شاء الله تعالى، هي يعني قادمة وقريبة جدا قيادة الشباب وقيادة أيضا الشرعية، ثم يعني جهود التحالف على رأس المملكة العربية السعودية ودولة الإمارة العربية. أشكرك جزيل الشكر الشيخ حمود سعيد المخلافي قائد المقاومة الشعبية بتعز، كنت معنا من مأرب، شكرا جزيلا لك، وقد كنت أحد رجال الثورة الشبابية السلمية منذ وقت مبكر أو منذ انطلاقها. طيب أستاذ عبد اللطيف، كما أن الثورة أسقطت علي عبد الله صالح ومشروعه التوريثي الذي كان يسعى إليه، كشفت بغرابة ما كان يعرف بالحرس الجمهوري والجيش اليمني، وحصل تمايز كبير في صفوفهم ما بين من وقف مع الشعب وما بين من ارتمى في حضن الفرد. طيب أنا أقول الإشكالية هي في شيء واحد، كان الحرس الجمهوري أيام حكم علي عبد الله صالح موعى توعية مغلوطة، يعني كان كل توعيته لأنه كان يدير الحرس الجمهوري نجل المخلوع علي عبد الله صالح، ولذلك كانت كل التوعية هي ضد الشعب، كان يوعى ضد الشعب. لكن الشيء الذي وجدناه أنه إلى هذه اللحظة هناك رجال في الحرس الجمهوري استطاعوا فعلا أن يقولوا لعلي عبد الله صالح لا. اليوم نحن نرى في المقاومة في مأرب في ميدي في الجنوب في كل المقاومة في رجال من الحرس الجمهوري أيضا مع 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 الشعب وقفوا، يعني التحقوا مع الشرعية وكانوا في صف الثورة والثوار. وهذا هو الوطني. أنا أريد أن أنوه لنقطة يا أستاذ، يعني الثورة أحيانا بعض الإخوة في المؤتمر الشعبي العام يعتبر أن الثورة جاءت ضده، لا بالعكس، أنا أقول أن الثورة جاءت لمصلحة الإخوة في المؤتمر الشعبي العام أكثر من مصلحة الإخوة الذي من خارج المؤتمر الشعبي العام. وبالمناسبة حتى علي عبد الله صالح كان يمكن أن يستفيد من الثورة كما يقول البعض ويدخل التاريخ من أوسع أبوابه، سلم اليمن وخرج بعد ذلك بأمان، كان يستطيع أنه يتنازل، كان يستطيع أنه يعمل يعني موقف تاريخي أنه يتنازل، لكن حتى وإن تنازل لكنه كان إيش
لابد ان يريد ان يدخل للشعب اليمني من الـ من الـ من نقاط الضعف ونقاط التي يريد ان يستغلها. ولذلك كان علي عبد الله صالح حاقد حتى خرج من السلطه او هو في السلطه، وحاقد لهذا الشعب اليمني بكل ما تعنيه الكلمه. اليوم لما ينظر اللي يروح الخارج وينظر للشعب اليمني يعرف حقيقه علي عبد الله صالح كيف دمر الشعب اليمني. يعني فعلا دمر الشعب اليمني. لا يتخرج الشخص من الجامعه لا يستطيع ان يحلم ان يكون موظف في الدوله. يعني إلى أي مدى وصلنا في هذا المجتمع أيام حكم علي عبد الله صالح؟ اليوم ثورة الشباب الشعبية السلمية جاءت أوجدت شراكة، استطاع الإنسان دخل الجيش كل فئات المجتمع وشارك في الجيش، كان لا يأتي ويدخل الجيش إلا بتزكية من أقارب علي عبد الله صالح. وتكدس الجيش في محافظة معينة في ولاء معين، وهذا ما سبب الوضع الذي نحن فيه. ولذلك دكتورة جهاد، الجيش الوطني يعتبر اليوم منجز من منجزات ثورة 11 فبراير، أليس كذلك؟ طبعا الجيش الوطني اليوم أصبح الجيش اليمني، الجيش الوطني هو جيش من المتضررين من حكم علي عبد الله صالح. يعني كل اللي في صفوف الجيش هم أناس مقاومين، الآن هم يقاوموا جرائم علي عبد الله صالح وانتقامات علي عبد الله صالح على الشعب اليمني، فجميعهم يحملون فكر ناضج، يحملون هوية يمنية، على عكس الحرس الجمهوري السابق، على عكس الجيش السابق الذي كان أساسا لا يحمل إلا الولاء لعلي عبد الله صالح، ولا يحمل إلا العقيدة، لا يحمل حق عقيدة وطنية على الإطلاق. فهذا الذي جعلهم يقتلوا الشعب بإشارة من علي عبد الله صالح. العجيب أنه أيضا أفراد من هؤلاء الجنود الذين كانوا يستلمون مرتباتهم من الجيش، من أقصد من الدولة ومن خزانة الدولة، أصبحوا مع ميليشيات كانوا يقاتلونها يوما من الأيام صفا واحدا، بل حتى يعني يتوجهون بتوجيهاتهم. هذه الطاعة العمياء، هم يطيعوا علي عبد الله صالح كيف ما كان الأمر. يعني غالوا في علي عبد الله صالح مغالاة شديدة، لدرجة أنه أصبح كل ما قال لهم وافقوا. يعني غيب عقولهم، غيب تفكيرهم، غيب ضمائرهم، أصبح كل الأمر هو كل ما يقوله علي عبد الله صالح. وللأسف للأسف ما زال أناس هنا وبيننا ما زالوا يريدوا أن يغطوا على جرائم علي عبد الله صالح ويبعدوا عنه التهمة. ما زال له يعني أديال في كل مكان، الأمر ليس بالسهل. ولذلك حتى لو سقط علي عبد الله صالح كشخص، ظل متمسك ببعض الخيوط وبعض نقاط القوة التي حاول من خلالها أن يعود إلى السلطة مرة أخرى. أستاذ عبد اللطيف، الجيش الوطني أشرت إلى أنه تشكل من أكثر من كل الفئات، أضف إلى ذلك أنه تشكل من كل المحافظات. اليوم نحن نشاهد من حضرموت إلى مارب إلى صنعاء إلى تعز إلى عدن، إلى كل هذه المناطق تتشكل هذه النوانوات الجيش الوطني، وبالتالي مستقبل اليمن في ظل تشكيلة بشكل جيد مثل هذه التشكيلة. أخي الكريم، اليوم نحن نباهي العالم في جيشنا الوطني اللي تشكل. اليوم أنت ترى في الجيش الوطني المهندس، الخريج الجامعي، الشخص الواعي المثقف الذي يعي ما معنى بناء الدولة. كان في السابق لا يأتي الجيش إلا الشخص الذي وصل إلى طريق مسدود في بناء حياته، فكان يأتي ويسجل في الجيش. اليوم الجيش الوطني يبنى من كل المكونات، من كل المكونات ومن كل المحافظات ومن كل الأطياف ومن كل الأحزاب ومن كل الجماعات. اليوم ترى صاحب عدن يقاتل مع صاحب صعدة، وصاحب صعدة يقاتل مع صاحب عدن، صاحب تعز مع صاحب مارب، وصاحب مارب مع صاحب تعز. اليوم الجيش الوطني شكل ألفة وتكافل وتعاون وتضامن لا يستطيع الإنسان أن يتصور هذا التشكل الذي تكون الآن. ولذلك هذه خطوة، وأنا أعتبرها هذه منجز من منجزات ثورة الشباب الشعبية السلمية، بناء الجيش الوطني. يا أخي، جاء ثورة الشباب لم تأتي إلا من أجل مصلحة هذا الشعب. ولذلك لو لاحظنا وأنا أضعك في جزء بسيط بعد ثورة الشباب. جاءت ثورة الشباب ووظفت 60,000 موظف كان عاطل عن العمل. كان علي عبد الله صالح لا يستطيع أن يوظف خلال سنة 3,000 إلى 2,000، بل لا يستطيع، بل أنه وقف 3 سنوات التوظيف. ولذلك جاءت ثورة الشباب ووظفت 60,000. جاءت ثورة الشباب وأعادت المنقطعين إلى أعمالهم، المتعاقدين، أبناء الجنوب. جاءت كان هناك حديث عن زيادة المرتبات، جاءت رفعت راتب الجندي. كان الجندي لا يتجاوز راتبه في حدود 25,000، يعني تمام. جاءت ورفعته. رغم هذا كله، رغم ما نهب من مؤسسات الدولة، لكن ثورة الشباب استطاعت أن تحافظ على الاقتصاد الموجود، حافظت على سعر الدولار، وكان سعر الدولار، الغاز لم يقطع في بعد ثورة الشباب أيام حكومة الوفاق الوطني، رغم أنه الآن يشكل بالآلاف، تمام، الزحام يعني.
وجاءت ثورة الشباب وحققت ما لم تحقق أي شيء. هذا وهو في فترة بسيطة، رغم المكايدات، رغم ما حاولوا من انقلاب عليها، رغم ما كان يشكل ويخفى من نوايا سيئة للانقلاب والانقضاض على هذه الثورة، لكنها استطاعت أن تلبي جزء كبير من رغبة المجتمع اليمني. طيب معي الآن الشيخ عبد الله علي سعتر، وهو يعني عضو المجلس الوطني لقوى الثورة، خطيب أيضا ساحات الحرية والتغيير، القيادي البارز في ثورة الشباب الشعبية السلمية. مرحبا بك شيخ عبد الله. أهلا بكم ومرحبا. تحية لك وعيدك مقاومة، كل عام أنت والوطن بألف خير، وبإذن الله من نصر إلى نصر إن شاء الله والجميع بخير بإذن الله. شيخ عبد الله، بناء على قدرتك في دحر ما قد يحاول الآخر أن يعني يشابه به ويغرر به مسألة إنجازات الثورة، هل الواقع الذي نعيشه اليوم أحد نتائج ثورة 11 فبراير؟ كيف ترد على ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا رحم الله كل شهداء الثورة وشهداء المقاومة، وبكى الله كل المختطفين من تبقى من شباب الثورة، وكذلك الذين اختطفوا من شباب المقاومة. بالنسبة لنجاحات الثورة، الحقيقة أن الثورة نجحت ووصلت إلى الحوار الوطني الذي خرج بمنجزات تؤسس للدولة التي ينشدها الشباب وينشدها الشعب اليمني، ونجحت في حكومة وفاق، ولم تحدث بعد تلك الحكومة، بعد تشكيل تلك الحكومة لم يكن هناك اغتيالات، ولم يكن هناك يعني حروب قبلية، ولم يكن هناك الفوضى الذي كان يبشر بها علي عبد الله صالح والصوملة. وعند ذلك تدخلت قوى إقليمية وعلى رأسها إيران، وشياطين الإنس والجن تجمعوا من أجل أن يفشلوا الاستفتاء على الدستور، ومن أجل أن يمنعوا تطبيق مخرجات الحوار الوطني وبناء دولة المؤسسات الاتحادية. ومع ذلك رغم الهجمة الشرسة، فإن من نجاحات الثورة تكون هذه المقاومة. يعني اليمن كان يتصور على عبد الله صالح الذي سيطر على سلاح الجنوب والشمال، على سلاح الدولتين وقاعدة العنادة السوفيتية والأسلحة الحديثة المشاجبلي وقوات مكافحة الإرهاب وما جمع الحوثي سنوات، وظنوا أنهم سيقضون على كل أحلام الشعب اليمني، لكن بفضل الله عز وجل ثم بدعم أشقائنا في التحالف بقيادة الملك سلمان سلمه الله وحكومته وشعب المملكة والأشقاء في الإمارات وقطر والبحرين والكويت الذين ساندوا هذه المقاومة، تشكلت المقاومة الآن تسيطر على أكثر من 3/4 الجمهورية، والآن تتقدمها على بعد 30 كيلومتر من صنعاء. فهذه القوة العارمة التي كان يتصور أنه سيخمد بها الأنفاس الذين يطالبون بالحرية إلى الأبد لم يتمكن من إخماد الأنفاس. هاي الثورة تعود من جديد، وها هو الواجه الآن السبتمبري وواجه فبراير من جديد مرة أخرى، وها هم شباب فبراير في الميادين بعد أن كانوا في ساحات السلم، ألجأهم إلى أن يكونوا في المتارس، وكان يسخر منهم ويقول هؤلاء مدنيون ساعتين للمبنطلين، وقال عن تعز هكذا، وأرسل 17 لواء وحولوا 17 سرية. إنها من نجاحات فبراير إن هذه المقاومة لم تأتي من فراغ، إن هذا الحرص على أنه لا يمكن أن نستسلم للإيرانيين، لا يمكن أن نستسلم لمشروع المجوس. بمعنى شيخ أن الواقع الذي نعيشه اليوم ناتج من نواتج الانقلاب وليس ناتج من ناتج ثورة 11 فبراير. بالنسبة للمقاومة هي ناتج من نتاج فبراير، وبالنسبة للانقلاب هو يعني لا من 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 نتاج الملكيين الذين انتشوا في الصف الجمهوري. هؤلاء الذين جلسوا يشتغلوا من عام 62 يعني إلى أن يعني قام الانقلاب، هؤلاء هم الذين هذه نتائجهم، هذا التخريب وهذا التدمير. لكن المقاومة وهذا الشباب الصامد، هذا الذي لا يمكن أبدا أن تتخيل على وجه الأرض في غير اليمن أن أحد الأشخاص يقاتل وهو مقطوع الرجلين،
يعني أكثر من ثلاثة. أما الذي مقطوع رجل واحدة كامل الذي في الميادين وكم مقطوع الرجلين وهو في الجبهة ويرمي بالقنوات الفضائية وليست من باب الدعاية الإعلامية. نعم هذه نتاج فبراير، هذا الشباب الطاهر الذي استولى على عدة مناطق وما هدم بيت أحد من الذين كانوا خصوما من الذي هدموا بيته، ولا انتقم من أطفالهم بعد أن شردوا أطفاله، ولا أهان نساءهم بعد أن أهانوا نساءه. هذا لكن نتاج فبراير هذا لكن الشباب. لكن البلد الآن في حرب، هذا من نتاج من؟ من نتاج المشروع السلالي، من نتاج التآمر الإيراني، من نتاج الحقد الشخصي لعلي عبد الله الصالح، الانتقام من نتاج ما دخل فبراير بالوضع الذي نحن فيه. لو استمر الناس وطبقت المخرجات الحوار الوطني وتم الاستفتاء على الدستور أين كنا؟ لا نحمل هذه الأوضاع لفبراير، لا، هذه الأوضاع هي أوضاع المجرم علي عبد الله الصالح ومن معه من علماء عمار، من علماء الأمن القومي الذين هم يعني يسخرون كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام لخدمة عمار وخدمة عمي وخدمة مشروع الإمامة. شكرا. ولا أولئك المجرمين الذين يتكلمون بالعنصرية. ويكفي أننا اليوم نرى هذا الشباب الذين هم في الميادين في المقاومة الآن ليس لهم يعني هدف آخر غير أنهم يحققون أهداف ثورة فبراير. شعاراتهم هذه، احتفالاتهم الآن. نعم. يعني ليسوا انقلابيين ولا 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 هم يعني كما يصور البعض، يصور البعض أن هؤلاء قد انقلبوا على ثورة فبراير وأن هؤلاء الشباب هم عبارة عن مجموعة قاعدة ومجموعة مش عارف إيش. هذا كلام كذب وهذا كلام زور. هم أنفسهم هم التحالف الشياطين جميعا الذين يستحلون الدماء ويقطعون رقاب الجنود ويفجرون المنازل. هو هذا علي عبد الله بفروعه، فرع علي عبد الله أصحاب الأمن القومي، أصحاب عمار هو يعرفهم، وهو عارف كتيبة من الأمن القومي قاعدة وكتيبة داعش وكتيبة حوثيين وكتيبة، لكن في النهاية هي كلها تصب مع عمار. أشكرك جزيل الشكر الشيخ عبد الله ساتر، عضو المجلس الوطني لقوى الثورة، شكرا جزيلا لك. دكتورة جهاد، إذا فيما يتعلق بما أشار إليه الشيخ عبد الله ساتر بأنه الحرب اليوم ناتج من نواتج الانقلاب وليست ناتج من نواتج الثورة، لا أدل على ذلك بأن ممكن لهذه الحرب أن تتوقف في أي لحظة، يقبل هؤلاء الانقلابيون أن ينهوا هذا الانقلاب؟ الحرب هي قاموا بها هم الانقلابيين. ثورتنا كانت ثورة سلمية، ليس لها علاقة لا بالرصاص ولا بالقتل. صحيح. هم الذي قاموا بالانقلاب وقاموا بعد الثورة بفترة بمدى طويل يعني. لكنهم اليوم يحاولون أن يربطوها على الأقل لأنصارهم وزملائهم. طبيعي. أنا ناتج من نواتج 11 فبراير. هذا شيء طبيعي. كل الحاقدين على الثورة وعلى الثوار عليهم أن يحملوا الفشل الذي هم فيه الآن على الثوار، هذا شيء طبيعي. لو كانوا أنجزوا أو عملوا شيء يفيد الناس ما كانوا قالوا هذا ناتج فبراير، ولكن لأنهم فشلوا وأساءوا وظلموا فهم يعيدون كل الأخطاء على فبراير. يعني شيء طبيعي، لا تتوقع من حاقد أن يمدحك، هذا شيء طبيعي. انكشفت مسألة المناطقية والطائفية بشكل كبير مع الأحداث الأخيرة. لم يكن أحد يتصور بأن الحوثيين بهذا الشكل وبهذا المنهج، رغم أن الكثير من المثقفين على الأقل والنخب كانوا يدركون ذلك، لكن الشعب اليمني كان غائبا عنه نوعا ما مثل هذه الأحداث. مش الشعب اليمني ككل، ولكن حتى للأسف الشديد حتى الإعلاميين، الإعلام كان مغيب لهذه النقطة. لا أحد كان يفهم مدى خطر الحوثيين. كما قال الوزير عبد الرب السلامي، تكلمت عن هذا الكلام وحذرت في عام 2011، وتكلمت مع الجنوبيين في فترة سياقهم وراء الحوثيين، وتكلمت مع كثيرين في فترة سياقهم وراء الحوثيين بدعوى المظلومية، بأنهم يعانوا جميعهم من المظلومية. الحوثيين خطرهم عظيم، لأنه الخطر أساسا هو يأتي من إيران. إيران خطرها عظيم على الأمة العربية، خطرها عظيم على المسلمين. أعتقد أنه الذي يقرأ لن يجهل، ولكن المشكلة هي في الجهل حتى عند المتعلمين. أستاذ عبد اللطيف، الثورة لولا أنها إنجاز وفعل عظيم ولصالح اليمن لما تآمر عليها البعض من أصحاب المشاريع الطائفية والسلالية في الداخل، أو حتى من يقفون في صف إيران في الخارج ليختطفوا من الشعب هذه الثورة عن طريق انقلابهم المسلح، عن طريق جماعة الحوثي. هذا دليل كما يرى البعض ويرى الكثير بأنه
الثورة كانت لصالح الشعب اليمني وفي مصلحته أولا وأخيرا. أولا يا أستاذ، الثورة جاءت وأوقفت مخطط كان يسعى إلى تدمير اليمن، هذا لا يختلف عليه اثنان، أن هناك كان مخطط وهو المخطط الذي يسعى إلى إدخال إيران إلى أو إدخال اليمن إلى صف إيران، تمام، تكون تحت مظلة إيران. لكن يا أخي الكريم، أنا اللي أريد أن يعي الشعب اليمني أو أن يعي من لا زال يراهن على الانقلابيين، أنتم في هذا التعنت تدمرون أنفسكم. يا أخي الكريم، أنت بالعقل والمنطق لو عملت مقارنة لمجيء الثورة قبل الثورة وبعد الثورة، أو الثورة الآن والثورة المضادة، كان في أيام أو كان في ثورة بعد ثورة الشعب الشعبية السلمية، لو تأخر الراتب أسبوع ضج العالم وخرجوا كل شيء، يستطيع أن يتكلم بحقه. اليوم 6 أشهر وخمسة أشهر الناس بلا رواتب، والله يا أخي وأنت تعرف ذلك، أن مئات الأسر الآن تموت جوع، يعني لا يستطيع أحد أن يخرج طالب مرتبة، يعني التهم جاهزة تطلق يعني عليهم يعتقل. أي إنسان يخرج ضد هذا عميل، هذا خائن، هذا مرتزق، هذا كذا. يا أخي كان أنا أذكر أيام الثورة كنا نتواصل مع بعض الوزراء، وزراء الثورة ونتائج الثورة، من أجل تعيين أو تغيير في مكان محدد، يعتذر أنا محرج أنه يغير عشان حفاظا على الوفاق وحفاظا على نفسية الآخرين. اليوم يعين مدراء الموارد البشرية في كل الوزارات وكلهم في عموم الجمهور، اي في عموم الجمهور، لا يتكلم احد. اليوم يعين الوكلاء والمدراء العموم ويعين المحافظ وبدون مؤهلات. اليوم انصار علي عبد الله صالح الواقفين مع الحوثي، لا يستطيع احد ان يتجاوز مشرف الجماعه في وزاره، يعني تمام. ما ادري ايش الذل اللي اصاب الناس هؤلاء، يعني حقيقه والله اننا نشفق عليهم، والله اننا نشفق عليهم، يعني اولادهم بلا اكل وهم لا يستطيعون أن يتكلموا بحقوقهم. والحرية كانت واحدة من 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 أهداف الثورة، جاءت وبنت هذه الحرية واستطاعت أن تقول لمن يريد أن يعبر عن رأيه قل ما شئت، يعني وحافظت على هذه الأشياء. معي عبر الهاتف أيضا الشيخ صلاح باتيس رئيس المجلس الثوري لقوى الثورة في حضرموت. مرحبا بك شيخ صلاح، حياكم الله. أهلا وسهلا فيك، تحية لك ولعموم الشعب اليمني في هذه الذكرى، بل في هذا العيد الوطني، ولأبناء حضرموت الذين خرجوا في مسيرات أبهرت اليمنيين وتابعها العالم في تلك الفترة. شيخ صلاح، حضرموت واحدة من المحافظات التي ثارت على نظام علي عبد الله صالح في حينها 2011، كيف حالها الآن بعد 6 سنوات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اسمح لي أولا أن أحيي أسرة هذه القناة الثورية، المنبر الحر، قناة سهيل الفضائية، وضيوفك الكرام الأخ الثائر عبد الله الفجير والأخت الثائرة الدكتورة جاري الجفري وجمهور قناة سهيل وكل أبناء الشعب اليمني وحكومته الشرعية ورئيسه الشرعي وكل أشقائنا في دول التحالف العربي، وحييهم جميعا وهنئ وبارك عليكم السلام بهذه المناسبة العظيمة التي تعتبر نقطة التحول في تاريخ اليمن الحديث، عندما انطلقت ثورة 11 من فبراير في 2011 حقيقة مثلت تاريخ فارق في حياة اليمنيين في الداخل والمهجر. الكل يعلم أن الشعب اليمني عانى كثيرا من الصراعات والضروب والأزمات التي تعرضت لها اليمن، حتى أصبح من أكثر شعوب الأرض هجرة في العالم، تعايش مع شعوب العالم شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، ولم يستطع أن يجد يعني موطئ قدم يستطيع أن يبني فيه مستقبلا آمنا لأجيال اليمن القادمة من على أرضه. يعني مثلا نحن في حضرموت تجد الحضارم ينتشرون في الشرق والغرب والشمال والجنوب، يملؤون الدنيا، وشاركوا حكومات وشعوب الدول التي هاجروا إليها في بناء هذه الدول، ولم يجدوا فرصة أن يشاركوا في بناء اليمن أو بناء حتى محافظتهم حضرموت. بعد 6 سنوات لا شك أن ثورة فبراير حية في قلوب الناس، موجودة على الواقع، تحدث التغيير الجذري في اجتثاث النظام الفاسد الذي بناه علي عبد الله صالح، ثم تحالف في آخر هذا النظام مع المشروع الإيراني في اليمن،
وأصبح ينتقم من الشعب اليمني وينتقم من دول التعاون الخليجي الذي اعتبر أنها جاءت بالمبادرة الخليجية لتزيله أيضا من الحكم مستغلة بذلك الثورة الشبابية، هكذا في تصوره وتفكيره، لكنه أراد أن ينتقم من الجميع فانتقم من نفسه. وأقول أن بعد 6 سنوات ثورة فبراير اليوم وشباب فبراير اليوم تحولوا إلى جيش وطني ومقاومة شعبية يجتثت هذا النظام الفاسد الظالم الجاثم على قلوبهم منذ أكثر من 35 سنة، ويؤسسون لبنات جديدة ويضعون لبنات جديدة لبناء مستقبل جديد ويمن جديد، يمن سعيد إن شاء الله. إن شاء الله، وتبدو حضرموت أحسن حالا. الشيخ صلاح باتيس رئيس المجلس الثوري لقوى الثورة السلمية في حضرموت، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. أتي لك دكتورة جهاد فيما يتعلق بالطائفية، ويعني ظهور عبد الملك الحوثي بهذه الصورة ومحاولته اللعب على مسمى ثورة 11 فبراير، حتى الآن يعني لديه خطاب قبل يومين أو يوم أمس بمناسبة ثورة 11 فبراير، عن أي ثورة يتحدث؟ أجاد علي عبد الله صالح وكل من عاونه وكل من هو على طريقه فن الكلمات، أجادوا اللعب بالكلمات واللعب بالعواطف، أعتقد هذا أكثر شيء أجاده علي عبد الله صالح ومن والاه. ربما يكون عدوك اللدود ويظهر لك كل المحبة، وربما يكون يعني حبيبك ويظهر لك أنه نافر منك لكي يوهم الآخرين بأنه ليس حبيبك ولا مرتبط بك. هذه هي سلوكيات علي عبد الله صالح وأعوانه وما يفعلوه، ويعني في الثوار والانتقام من الثوار أكبر دليل أنهم أعداء الثورة مهما حاولوا أن يقولوا عكس ذلك. ولكن المشكلة في المستمع والمتلقي، ليس المستمع في من يتكلم، ليست المشكلة في من يتكلم، المشكلة في من يستمع ويتلقى الكلام. كانوا كثيرين يصدقوا علي عبد الله صالح، وللأسف الشديد من أغلبية الناس كانوا يصدقوا علي عبد الله صالح، وهذا الذي جعلنا نوصل إلى ما وصلنا إليه الآن، أنهم صدقوا وثقوا فيه وظنوا وأحسنوا الظن فيه. ونفس الأمر يتكرر مع عبد الملك الحوثي. عبد الملك الحوثي ما هو إلا نسخة من علي عبد الله صالح، ولكن هو النسخة العقائدية، هو يتكلم بالطريقة العقائدية الدينية، وعلي عبد الله صالح يتكلم بالطريقة المدنية يعني على أكثر الأحوال. طيب، معي عبر الهاتف أيضا اللواء الركن سمير الحاج قائد قوات الاحتياط، سيكون معنا بعد لحظات. أعود إلى الأستاذ عبد اللطيف الفجير. أستاذ عبد اللطيف، الشباب والمواطنين والرجال والنساء، أحدث الثورة 11 فبراير وعيا كبيرا في مستوى الفهم، في مستوى الإدراك، علاقة الحكم والحاكم والمحكوم، الدولة ومؤسساتها، بناء الدول، صنعت ثورة 11 فبراير وعيا كبيرا. أنت واحد من الثوار الذين شاركوا هذه الثورة وعاشوا أحداثها، هل عبد اللطيف اليوم هو عبد اللطيف قبل 2011 على الأقل وعيا سياسيا؟ بالعكس أخي الكريم، فعلا كلامك، جاءت الثورة ولدت وعي لدى المجتمع اليمني ككل. يا أخي الكريم، لو لم يكن هناك وعي، أنا ألاحظ يعني في أثناء ممارسة العمل الثوري كيف كان علي عبد الله صالح يستخدم كل الأشياء التي يستحي الإنسان أن يتكلم فيها من أجل أن يجر هذا الشعب أو يجر الشباب إلى الانزلاق إلى العنف. لكن رغم هذا ما قدر. لو أذكر لك بعض المواقف يا أخي الكريم التي كانت تحصل اختلالات في الساحة، ومن خلال وعي الشباب استطاعوا أن يتجاوزوا هذا. مرسلين من علي عبد الله صالح، من استخدم أشياء لا يستطيع الإنسان أن يذكرها داخل الساحة. تعامل بكل شيء، أطلق السجناء من سجون الأمن المركزي ليحدثوا سرقات داخل الساحة، أطلق أصحاب الشذوذ ونشرهم في الساحة، استطاع أن يأتي بناس يحملون شعارات القاعدة هم القاعدة ويلصقوها في الخيام بمبلغ مالي، وعندنا هذه الإثباتات، بمبلغ مالي ليقوم بتصويرها من أجل يشوه سمعة الثوار. كان يرسل ناس
في الساحة ليبين مدى الاختلاط ويرسل ناس يخطلطوا ويصور يعني وظهر في خطابه يقول لا للاختلاط وهو إيش ولا يخفى على أحد ما كانت تبثه قناة سابقا كذا لكن الشعب اليمني استطاع أن يكون أمام هذه الاختلالات وأمام هذه المخادعات بالمرصاد ولذلك نتج شباب واعي يستطيع من كان يتصور أن مجتمع الشعب اليمني الآن يقبل بالصغير والكبير من كان يتصور أن المجتمع اليمني اليوم يتعاون ويتكافل في أحذك الظروف في كل المجالات يعني الجيش الوطني تشكل من كل المكونات الثوار الآن المجتمع رغم الظروف الاقتصادية التي حصلت والذي استطاع علي عبد الله صالح أن يشد ويخنق الشعب اليمني إلا أن الشعب اليمني قال له لا وانطلق إلى ساحة القتال يعني لم يبقى مع علي عبد الله صالح إلا من استطاع أنا لا أقول أنا أحترم بعض الإخوة الذي فعلا هي ظروفها التي أجبرته أنه لا يستطيع أن يلتحق بالمقاومة والجيش الوطني ولكن هي أجبره ظرفه أن يستمر مع علي عبد الله صالح لكنه يتمنى وصول المقاومة حتى يعبر عن رأيه طيب سنخرج إلى فاصل قصير ضيف الكريمين سنخرج إلى فاصل قصير من ثم نعود نكمل ما تبقى من هذه التغطية مشاهدينا الكرام عن ثورة 11 من فبراير ثورة تتجدد وعما حققته ثورة فبراير حتى الآن ثورة ثورة. اسمحوا لي هنا مشاهدينا أن أوجه التحية والتقدير للثائر مؤذن الثورة لصوت الثورة للمنشد الكبير الأستاذ صالح المزلم المأسور الآن في سجون الميليشيات الإنقلابية لا لشيء إلا لأنه هتف بهذا الهتاف ثورة. كل الثوار مع صالح المزلم ومع كل معتقلية الثورة ومع كل معتقلية الجيش الوطني ومختطفين منهم تحية لكم أينما كنتم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المستمرة من قناة سهيل الفضائية في الذكرى السادسة لثورة 11 من فبراير العيد الوطني للشعب اليمني أجدد ترحيبي بالأستاذ عبد اللطيف الفجير رئيس لجنة النظام بثورة الشباب الشعبية السلمية والدكتورة جهاد الجفري رئيس تحالف أبناء الجنوب بساحة التغيير مرحبا بضيفي الكريمين كما معي عبر الهاتف وأرحب به اللواء الركن سمير الحاج قائد قوات الاحتياط أسعد الله مساك سعادة اللواء الركن سمير الحاج كل عام وأنت بخير وكل ومن ثورة إلى نصر بإذن الله مساك الله بالنور أنت وضيوفك الكرام أخي مختار حياكم الله اسمح لي هنا سعادة اللواء وأنت قائد قوات الاحتياط أنا أسمع منك كلمة في هذه الذكرى عن قوات الاحتياط المسمى الجديد بعد هيكلة الجيش وبعد الثورة المسمى القديم الحرس الجمهوري ما هي رسالتك لهم في هذه الذكرى الذكرى 11 من فبراير الذكرى السادسة شكرا لك أخي الكريم ولمشاهدي قناة سهيل الحقيقة أبدأ من تسمية هذه النخبة من القوات المسلحة اليمنية قوات الاحتياط والتي جاءت نتاج جهد وعرق وبذل الشباب في ساحة التغيير وفي كل ساحات التغيير في اليمن من شرقه إلى شماله إلى جنوبه وكانت ربما يعني هي محصلة ما كان يريد هؤلاء الشباب من أن يعني يحتموا خلف جيش هذا الجيش ينتمي إليهم ومنهم وبعيدا عن المحاصصة الطائفية والمحاصصة العنصرية وكذلك التصنيف الأسري الذي كان ربما سائدا في ذلك الوقت فأنا أقول في هذه المناسبة يعني كنتم أيها الشباب في ساحة التغيير أداة التغيير الحقيقية لبناء وطن جديد يسوده العدل والمساواة والأمن والأمان في ظل جيش أيضا هذا الجيش يحتمي به الجميع ويحفظ النظام والقانون لهذا البلد الطيب نعم
وبالتالي هذه القوات الاحتياط الآن بعد أن حصل تمايز إن صح التعبير على مستويات ومجالات عدة بما فيها الجيش، ما بين من أثبت ولائه للشرعية للوطن للشعب اليمني، وما بين من زال يرتبط من ما يزال مرتبطا ومرتهنا إما بفرد أو أصبح ولائه لميليشيات من باب عقائدي طائفي. اليوم الجيش يبنى ومنه قوات الاحتياط، هل هذا ناتج من نواتج الثورة وعلى أي أساس يبنى وبما يبشر في قادم الأيام؟ على أي حال أخي العزيز دعني أؤكد لك بأن ثورة التغيير ربما كانت هي نقطة الفصل بين كثير من القضايا، ولعل أهم هذه القضايا أن الجيش اليوم يبنى من كل أبناء اليمن دون تمييز، وأيضا يبنى على أسس وطنية وعلى ولاء وطني صافي بعيدا عن الأسرية والعائلية والمناطقية وكذلك العنصرية السلالية. نحن اليوم أمام متغير كبير جدا لا ينبغي أن نستهين به، نحن اليوم أمام تحول تاريخي بالنسبة لبناء اليمن بشكل عام وبناء الجيش الوطني الذي ربما كنا كقادة في هذا الجيش نشعر بأننا على هامش التاريخ كلنا جميعا ما عدا من كانوا أصحاب الولايات الخاصة. الحقيقة أستطيع أن نعيد الفضل بعد الله سبحانه وتعالى لجهود هؤلاء الشباب الذين بذلوا كل جهدهم وضحوا بأنفسهم في سلميتهم، وكنا يعني معهم بروحنا وقلبنا وجهدنا، لكننا ربما كنا على الأقل يعني تضحية في ذلك الوقت، ربما جاء الوقت الذي نضحي اليوم بدلا عنهم لكي تستمر مسيرة الحياة ومسيرة ثورة 11 فبراير بإذن الله تعالى. وتحية لك اللواء الركن سمير الحاج ولكل أبطال القوات المسلحة الواقفين مع الشعب وفي صف الشرعية الذين لم يرتهنوا لا إلى فرد ولا إلى جماعة. شكرا جزيلا لك سعادة اللواء الركن سمير الحاج. إذا نعود إليك أستاذ عبد اللطيف الفجير فيما يتعلق باستمرار أو تجدد، طبعا شعارنا في 11 من فبراير اليوم أنها ثورة تتجدد، هل فعلا ثورة 11 من فبراير تتجدد وتستعيد ألاقها من جديد؟ نعم، ثورة فبراير هي تتجدد، وما المقاومة الشعبية والجيش الوطني الموجود اليوم إلا امتداد لثورة الشباب الشعبية السلمية. صحيح أن ثورة الشباب الشعبية بدأت سلمية فعلا واستطاعت أن تحافظ على سلميتها، لكن في حالة أنه تم الانقضاض أو الانقلاب على هذه الثورة فاستطاع الشعب اليمني أن يري الانقلابيين أنه صامد في كل الميادين البطولة والشرف. اليوم المقاومة الشعبية على مداخل صنعاء، اليوم المقاومة الشعبية على مداخل الحديدة، اليوم المقاومة الشعبية تتجاوز كل الخطوط وباتجاه الحسم. يعني نحن في ثورة إلى أن نحسم وندخل إلى صنعاء وعلى إثرها نستعيد الثورة ونستعيد أهداف الثورة الذي فعلا نحن خرجنا من أجلها. فنحن في ثورة مستمرة من 2011 إلى أن ندحر الانقلاب وإلى أن تعود الشرعية إلى العاصمة صنعاء، وإلى أن يستمر الجيش واليمن والسياسيين والإعلاميين وكل المؤسسات في بناء مؤسسات الدولة وبناء اليمن الاتحاد الجديد، وهذا مشروع طويل. وهنا وجه السؤال للدكتورة جهاد، يعني بسقوط الانقلاب واستعادة الدولة هل تكون أهداف فبراير قد تحققت؟ ستكون تحققت جزء منها، لا نستطيع أن نقول كلها، لأنه نحن ننشد التغيير داخل الوطن وننشد البناء داخل الوطن، وأعتقد أن الأجيال القادمة تريد أن ترى ما هو الحلم الذي خرجنا لأجله وكيف أصبح حقيقة. وبالتالي ما زال هناك أشياء كثيرة، ولذلك كثيرة. شوف يعني شعار ثورة 11 من فبراير ثورة تتجدد، بماذا تتجدد؟ الثورة ظن الانقلابيين ومع علي عبد الله صالح وجماعة الحوثي ظنوا بانقلابهم أنهم سيقضوا على الثورة، ولكن الحمد لله ربنا أراد النصر من جديد للثورة، وروح الثورة تستمر في قلوب الثوار حتى أنها كثير من الناس الذين كانوا ضد الثورة أصبحوا مع الثورة، وهذا دليل على أن روح الثورة لا تنتهي ولا تنطفئ، وأن حب الثورة هو شعلة دائمة في القلوب وأنه يتجدد دائما وأبدا، وأنهم لن يستطيعوا أبدا قتل أحلامنا ولا تكميم أفواهنا. ولذلك اليوم رئيس الجمهورية في كلمته يوم أمس كانت كلمة قوية ومركزة، و
كان هناك أيضا تنفيذ أو توجيهات لاعتبار هذا يوما وطنيا، كان هناك تهنئة من قبل رئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر بهذه المناسبة لرئيس الجمهورية، أيضا الفريق علي محسن الأحمر كان هناك تهنئة لهم بهذه المناسبة. أيضا المنطقة تتحرك نحو دعم أهداف ثورة 11 من فبراير وإسقاط نظام علي عبد الله صالح بشكل كلي. كانت ثورة الشباب أو في بداية انطلاقتها يعترف فيها القليل القلة وهم الشباب الموجودين في الساحة. اليوم ما أجمل وأنا حقيقة من هنا أحيي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ونائب الرئيس على تهنئة الشعب أو شباب فبراير في هذا العيد الوطني العظيم فعلا. وأيضا وزارة الخدمة المدنية، فحقيقة أنه يوم عظيم أن يكون هذا يوم فبراير هو إجازة رسمية، يعني استطعنا اليوم بهذه المناسبات أن نهنئ أنفسنا ونهنئ الشعب اليمني فعلا. فيا أخي الكريم نستطيع أن نقول أن أصبحت الثورة الآن معترف فيها دوليا ومحليا وإقليميا، ومن عاد الثورة اليوم يعيشون في مأزق مظلم. ولذلك كان اليوم في التواصل الاجتماعي اليوم كان بعض الإخوة يتواصلوا معي، ماذا وين الثوار ووين كيف ثوار والثوار هاربون والثوار هذه نقطة مهمة. طيب يا أخي الكريم نحن أنا أجبت بشيء واحد، الثوار اليوم وأنصار الثورة وقادة الثورة يتجولون العالم كله ويخوضون العالم ويعترفهم ويستقبلهم العالم، وأعداء الثورة اليوم يختبئون في كهوف. هل يستطيع علي عبد الله صالح أن يذهب إلى محافظة أو إلى مديرية خارج إطار صنعاء؟ بينما أنصار الثورة ومن وقفوا مع الثورة اليوم يجوب العالم كله، رئيس الجمهورية اليوم يجوب العالم، نائب رئيس الجمهورية وبإمكانهم أن يعودوا إلى وطنهم في أي لحظة، وبإمكانهم أن يعودوا. هو قرار سياسي، هو قرار سياسي، وبإمكانهم أن يعودوا إلى صنعاء في أقرب وقت. طيب أعطي الكلمة الأخيرة للدكتورة جهاد فيما يتعلق بموضوعنا، ماذا حققت ثورة 11 في فبراير؟ ممكن أن تلخص الموضوع في أسطر. الثورة لم نستطع أن نقول أنها حققت الكثير والكثير، ولكن الثورة عملت على إزاحة جسر الخوف من قلوب اليمنيين، جعلت الكرامة مطلب بعدما كان مطلب بعيد المنال أصبح قريب المنال، وكثير من اليمنيين ودت الثوار عرفوا أن العزة في أن تكون حر لا أن يستعبدك أحد، هذا بحد ذاته منجز عظيم. من الإنجازات الكبيرة للثورة هي أننا أصبحنا نعرف الشرفاء من أبناء اليمن، وهذا منجز عظيم. وانت سألتني في أول اللقاء قبل ما نبدأ أننا تعرفنا عليكم وعلى كثير من الشرفاء، هذا بحد ذاته منجز عظيم وإعطاء الأمل من جديد بأن الشعب اليمني شعب نابض بالحياة، نابض بالكرامة، نابض بالعزة، ولا يقبل الذل أبدا. وما زال الشرفاء طبعا بالمناسبة يلتحقون في ركب الثورة وفي ركب الشرعية وفي ركب الجمهورية يوما بعد يوم، وسيكون الشعب اليمني بأجمعه في. ولكن كلمة أقولها لكل الثوار، عليهم أن يتماسكوا ويتكاتفوا وأن يكونوا يد واحدة، عليهم ألا ينصاعوا لمن يمزقهم ويفتتهم، عليهم الاقتراب من بعضهم البعض ويكونوا جسر لبعضهم البعض. شكرا جزيلا لك دكتورة جهاد الجفري رئيسة اتحاد أبناء الجنوب بساحة التغيير، كنت معنا، شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا لرئيس لجنة النظام بثورة الشباب الشعبية السلمية ساحة التغيير بصنعاء عبد اللطيف الفجير، شكرا لك. شكرا جزيلا لكم. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، أنتم على المتابعة، ثورتكم تتجدد وبإذن الله تعالى من نصر إلى نصر، ولن يكل الشعب اليمني ولن يمل حتى تتحقق كامل أهداف ثورة الشعب اليمني المجيدة، ثورة 11 من فبراير، لا لشيء إلا لأنها قائمة على العدالة والمساواة والديمقراطية والعيش الرغيد، وهذه كلها مبادئ تستحق من الشعب اليمني أن يضحي ويضحي بالمزيد. إذن كان هذا البث مشاهدينا الكرام بثا مفتوحا من قناة سهيل الفضائية لتغطية الذكرى السادسة للحادي عشر من فبراير، انطلاق ثورة الشباب الشعبية السلمية في اليمن. تحية لكم أينما كنتم على المتابعة، بإذن الله تعالى ستستمر قناة سهيل الفضائية في تغطية هذه الذكرى في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى يوم غد وبعد غد، إلى أن تنتهي هذه الذكرى ولن تنتهي من قلوب وعقول كل اليمنيين. تحياتي، أنا محدثكم مختار الفقيه، تحية مخرج البرنامج باسم الصليحي، تحية الزملاء حمزة السهماني من هندسة الصوت وعلي جعوان
من مساعدة الإخراج، وعمار الأذرعي من التنسيق، وماهر وأحمد، ماهر الحبيشي وأحمد فراس من التصوير. تحية لكم أينما كنتم، تحية مدير البرنامج الأستاذ صلاح الدين حمزة، تحية مدير القناة محمد زبارة، تحية الجميع، استودعكم الله وإلى اللقاء. ثورة 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 ثورة